الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في استكمال دروس الأسبوع 16. في هذا الفيديو الثاني سوف نتكلم عن مبدأ جديد، وهو المبدأ 16، وهو أن التفاسير لا تغني عن التدبر ولكنها مهمة لطالب العلم. في هذا الدرس بإذن الله تعالى سوف نتعرض إلى التفاسير وأنواع التفاسير وكيف نبحث في التفاسير. أولا تعالوا نتكلم عن أنواع التفاسير. هل التفاسير أنواع؟ نعم، للتفاسير أنواع، فهناك التفسير بالمأثور، وهناك التفسير بالرأي، وهناك التفسير الإشاري. ما معنى هذا الكلام؟ تعالوا لنرى واحدا واحدا. أولا التفسير بالمأثور، أي بالرواية، المرويات عن رسول الله وعن الصحابة، هذه المرويات هي المأثور، لذلك سمي بالمأثور، أي الأثر، ما جاء في الأثر. فالقرآن، نفسر القرآن الكريم بالقرآن الكريم، هذا يعتبر التفسير، هذا يعتبر أحد أوجه التفسير بالمأثور، ولكنه يعتمد بالدرجة الكبرى على الروايات وليس على القرآن الكريم، يعتمد بالدرجة الكبرى على الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة. وهناك اختلاف على أقوال التابعين، هل يعتبر أقوال التابعين من ضمن التفسير بالمأثور أم لا؟ يعني هناك اختلاف بين العلماء على هذا الأمر. من أنواع التفسير بالمأثور ومن أشهرها طبعا تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن لابن جرير الطبري، بحر العلوم لأبي ليث السمرقندي، معالم التنزيل البغوي المحرر الوجيز في تفسير كتاب العزيز لابن عطية، تفسير القرآن العظيم لابن كثير، الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي، الدرر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، فتح القدير وهذا للشوكاني، وأضواء البيان في إيضاح القرآن للشنقيطي. فهناك أنواع وهناك بالطبع الكثير، ولكن هذه من أشهر التفاسير التي تفسر بالرواية. بالطبع أشهر الذي نسمعه الطبري وابن كثير، فهذه من أشهر التفاسير التي أظن أننا جميعا سمعناها، السيوطي بالطبع من أشهرها. فهذا في أمر التفسير بالرواية، فالتفسير بالمأثور أو بالرواية أي نقل ما قاله السابقين. هناك نوع ثاني هو التفسير بالرأي، أي الدراية، الدراية، ويطلق الرأي على الاعتقاد وعلى الاجتهاد وعلى القياس، ومنه أصحاب الرأي أي أصحاب القياس. فيقول أن التفسير بالرأي أي أنه يقوم بالبحث في الآية بنفسه، ويقوم بتجميع أقوال السابقين والتفكير فيها بنفسه وإعطاء رأي جديد فيه، يقوم بإعطاء رأيه في الأمر. من أشهر هذه التفسير وأقواها هو تفسير مفاتيح الغيب للإمام فخر الدين الرازي، وهو من التفسير الجيدة جدا لمن يحب أن يرجع إليها. أيضا أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، مدارج التنزيل وحقائق التأويل للنسفي، لباب التأويل في معاني التنزيل والبحر المحيط بأبي حيان، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري. فهذه من أشهر التفاسير في التفسير بالرأي، في نوع التفسير بالرأي. هناك النوع الثالث وهو التفسير الإشاري. التفسير الإشاري هو المقصود به هو تأويل القرآن على خلاف ظاهره، على خلاف ظاهره. هناك آية تقول كذا، ولكن يأتيك إنسان ويقول لا، هو ليس هذا المعنى المقصود، هناك معنى باطني، هناك معنى في يعني في إشارة في الآية إلى شيء ليس يبدو من ظاهره، لإشارات خفية تظهر لبعض أولي العلم المخلصين ممن نور الله بصائرهم فأدركوا أسرار القرآن العظيم، أو انقضحت في أذهانهم بعض المعاني الدقيقة بواسطة الفتح الرباني، مع إمكان الجمع بينها وبين الظاهر، بل يجب الجمع بينها وبين الظاهر. تمام. فإذا شروط قبول التفسير الإشاري، هذا التفسير الإشاري هو من التفسير الجيدة ولكنه خطير، وذلك لأنه يلفتك إلى معنى خفي في الآية وليس إلى المعنى الظاهري. فلكي نضمن صحة هذا التفسير ولكي نضمن صحة هذا الرأي الذي يقول بأن هناك معنى خفي، يجب ألا يتنافى، أولا يجب ألا يتنافى مع المعنى الظاهر في نظم القرآن. يعني إن كانت الآية تقول بمعنى ظاهري بسيط، بمعنى ظاهري بسيط، مثلا المؤمنون يدخلون الجنة مثلا، هذا المعنى الظاهري من الآية، ثم يأتي إنسان ويقول ولكن هناك معنى آخر خفي في الآية يقول كذا وكذا، يجب هذا المعنى الخفي ألا يناقض المعنى الظاهري.
الأمر الثاني هو عدم ادعاء أن المراد وحده دون الظاهر. لا ندعي أن الخفي فقط هو المطلوب والظاهر خطأ. هذا خطأ، هذه يؤدي إلى فساد هذا المعنى. ألا يكون التأويل بعيدا سخيفا لا يحتمله اللفظ، كتفسير الشيعة الباطنية لقوله تعالى: وورث سليمان داود، بأن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورث النبي محمد. طبعا هذا تفسير عجيب جدا، وهو تفسير بالطبع هو تفسير إشاري، هو من نوع التفسير الإشاري الذي هو يشير إلى معنى خفي في الآية. الآية معناها الظاهري ورث سليمان داود، واضحة النبي سليمان ورث النبي داود، هذا المعنى الظاهري. يلفتك بقى إلى معنى آخر خفي يقول بأن الإمام علي ورث النبي محمد، من أين لك هذا المعنى؟ بالطبع هذا معنى بعيد، وهذا ينافي المعنى الظاهر، فهو معنى لا يحتمل، معنى خطأ. ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي، وألا يكون فيه تشويش على أفهام الناس. إذا فالتفسير الإشاري هو من التفاسير التي فيها فتح رباني، والتي يعلمها يعني ذوي التدبر وذوي البصائر ممن فتح الله عليهم بهذا، ولكنه في نفس الوقت هو تفسير فيه خطورة، وذلك أنه يلفتك إلى معاني خفية قد لا يتبصر بها كل من يقرأ، لذلك فهو قد يفتن بعض الناس. فمن المهم أن يكون لدينا دليل وألا ينافي المعنى الظاهر. تمرين إخواني وأخواتي، وهو أن نتدبر سويا سورة يوسف. فنحن في نهاية الدورة، وهذا بإذن الله الأسبوع قبل الأخير، ففي نهاية هذه الدورة الآن نستطيع أن نتدبر بأنفسنا بشكل فيه يعني جزء من الإتقان ومن الثقة. فالتمرين، تمرين هذا الأسبوع، وهو تمرين هام، وهو السؤال الهام على هذا الدرس، هو أن نتدبر سورة يوسف، نتدبر بأنفسنا سورة يوسف من الآية 1 إلى الآية 22، ثم بعد أن نتدبرها نقرأ التفاسير. نقرأ التفاسير الآتية: تفسير الشعراوي، وهنا أنا نوعت في التفاسير، فأولا تفسير الشعراوي، تفسير ثم الرازي، القرطبي، الطبري، ابن كثير، ابن عاشور، سيد قطب. فهذه تفاسير متنوعة. فالإمام الشعراوي هو من مدرسة الجمع بين الرواية والدراية، فهو يجمع بين التفسير بالرأي وبين التفسير بالمأثور. كذلك الإمام الرازي، وإن كان الإمام الرازي يميل قليلا إلى التفسير بالدراية بالرأي أكثر. الإمام القرطبي والطبري وابن كثير هم بالطبع من مدرسة التفسير بالمأثور، هم يروون فقط، ينقلون ما قاله السابقون فقط. ابن عاشور وسيد قطب هي من التفاسير الحديثة التي تميل إلى العقلانية قليلا، التي تميل إلى مدرسة الرأي. فهذه تفاسير متنوعة ما بين القديم والحديث، ما بين مدرسة الرأي ومدرسة مدرسة الرواية. فلماذا أعرض عليكم نماذج مختلفة؟ من الهام إخواني وأخواتي ألا نحصر عقولنا في مدرسة واحدة، أو نحصر عقولنا في فكر واحد أو في لون واحد. فكلما نقرأ أكثر نتعلم أكثر، وبالطبع جميعنا هدفنا هو أن نتعلم عن الله سبحانه وتعالى ونفهم كلامه بشكل أعمق. فالله سبحانه وتعالى قد فتح على كل من العلماء الربانيين المخلصين، فنتعلم منهم، نأخذ منهم الجيد الموجود في الكلام، ونترك الذي لا نراه مناسبا. فمن المفيد أن نقرأ لمدارس مختلفة، وذلك لكي نفهم أصلا هذه الألوان. يعني إن لم نرى أكثر من لون فلن نميز أي لون، إن كان جميع ما في الدنيا لونه أبيض فلن نرى اللون الأبيض أصلا. فاللون الأبيض يمتاز بأنه نستطيع أن نرى غيره من الألوان: الأصفر والأخضر والأزرق والأسود. فإن لم توجد باقي الألوان لن نستطيع تمييز أي لون. فاقرأ هذه التفاسير جميعا، وهي اقرأها فقط في الآيات التي قلناها من الآية 1 إلى الآية 22 في سورة يوسف، إن شاء الله لن يكون كثيرا، وأنت بنفسك سوف تشعر باختلاف في الفكر، اختلاف في الرأي، اختلاف في التوجه لكل من هؤلاء العلماء، وأنت بنفسك سوف تقرر أي من الآراء تجدها أقرب لتدبرك، أو تجدها أقرب أنك تشعر بها وتستطيع أن تستفيد بها في حياتك. فهذا الذي يهمنا، أن نستفيد بالقرآن وأن نستفيد بالآيات وأن نستخرج منها الهدى كما اتفقنا، وأن نستخرج منها الدروس التي نطبقها في حياتنا اليومية. فإذا بعد أن تتدبر بنفسك، هذا أهم شيء، أن تبدأ بتدبرك أنت، لا تبدأ بقراءة التفسير، ابدأ بتدبرك أنت ثم اقرأ التفسير، ثم قيم استفادتك من التدبر ومن التفسير.
واسأل نفسك هذه الأسئلة: هل لو قرأت التفسير بغير تدبر كانت ستكون نفس الفائدة؟ هل استفدتك من التفسير بعد تعلم التدبر هي نفسها قبل تعلم التدبر؟ هل تستطيع الآن أن تقرأ التفسير بطريقة نقدية أم فقط تتلقى منه؟ بطريقة نقدية نقصد أنك تقرأ التفسير وأنت تعلم أنه قد يكون صواب وقد يكون خطأ لأنه قول بشر، وتستطيع أن ترقد وتقول: لا، هذه النقطة تختلف مع الآية كذا، وهذه النقطة أجدها تختلف مع الآية كذا. فهذه طريقة نقدية، بالطبع هي مهارة وهي ملكة تنمو مع الوقت بإذن الله تعالى. فطيب، كيف نحصل على التفاسير؟ وهذا أمر مهم. أول مصدر للحصول على التفسير هو المكتبة الشاملة، طبعا هذا لمن ليس لديه التفسير ككتب، وهي بالطبع غالية الثمن، لذلك من الأفضل أن نحصل عليها مجانا من على الإنترنت، والحمد لله هي متوفرة بكثرة وبسهولة. أولا المكتبة الشاملة، وهذا هو موقع المكتبة الشاملة، شاملة.ws. تعالوا لنرى الموقع سويا. فهذا موقع المكتبة الشاملة، نفتح الموقع ونأتي على نأتي على تنزيل الشاملة، فيفتح لنا هذه الصفحة، نأتي على هذا الجزء تنزيل النسخة المفرغة، وذلك لأن النسخة الكاملة كبيرة الحجم جدا وتأخذ وقت طويل في التحميل، فننزل النسخة المفرغة، نضغط على هذا الزر فينزل إلينا الملف. أنا بإذن الله تعالى سوف أضع عليكم هذه الملفات على موقع الدورة. فهذا هو الأمر الأول، تحميل البرنامج، أن نقوم بتحميل البرنامج ثم نقوم بتنزيل الكتب. هذا البرنامج لفتح الكتاب، يعني هذا البرنامج لا يحتوي الكتب، لكن هذا البرنامج هو وسيلة فتح الكتب المختلفة. طبعا هو مناسب للباحث العلمي المتخصص، وأيضا مناسب للمبتدئين، ولكنه يناسب أكثر الباحث العلمي المتخصص، وذلك لأنه يستطيع أن يبحث عن كلمة معينة. يمكنك البحث عن كلمة معينة داخل التفسير، أو البحث عن صفحة معينة، تكتب الصفحة رقم مثلا 10 فيفتح لك الصفحة رقم 10. يحتاج تحميل الكتاب، هو يعني الصعوبة فيه قليلا، وهي ليست صعوبة شديدة، أنه يحتاج تحميل الكتاب، والبرنامج الخاص به سهل الاستخدام بمجرد الاعتياد عليه، فبمجرد أن تعتاد البرنامج يمكنك أن تستخدمه بسهولة. بعد أن تنزل البرنامج نقوم بالبحث هنا عن التفسير أو عن أي كتاب. هذه المكتبة الشاملة تحتوي العديد والعديد من الكتب، فيمكننا تحميل أي كتاب من هنا. فمثلا إن كنا نريد تفسير الرازي فنكتب كلمة الرازي ثم نضغط Enter، فيفتح لنا صفحة البحث. هذه نتيجة البحث عن الرازي، فنجد الكثير من الكتب التي فيها كلمة الرازي، أخبار وكذا وكذا لأحمد بن سهل الرازي، النسخ عند الفخر الرازي كتبه محمود محمد كذا، أثر القراءات القرآنية في الصناعة المعجمية، وهكذا. التفسير الرازي الذي نريده هذا هو تفسير الرازي مفاتيح الغيب، أو التفسير الكبير للفخر الرازي، فخر الدين الرازي، هذا هو التفسير الذي نريده. طبعا نجد عدد ضخم من مرات التحميل، 90,000 مرة. فهنا هذا هو تفسير فخر الرازي، نضغط عليه فيظهر لنا الايه، يظهر لنا صفحة تفسير الفخر الرازي، ونجد هنا ثلاث زرائر. هذا الزر الاول هو الذي نحتاجه، تنزيل الكتاب، هذا تنزيل الكتاب للموبايل، هذه النسخة للموبايل، هذه النسخة لتصفح الكتاب أونلاين، يعني يمكننا أن نفتح الكتاب بدون تنزيل البرنامج. فطبعا هذا الذي يهمنا، أننا نقوم بتحميل الكتاب على الكمبيوتر، وبعد أن نقوم بتحميله نقوم بفتحه بهذا الأمر كذلك. نفتح هذا الكتاب، هذا هو كتاب إيه؟ تفسير الرازي مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير. عندما نفتح الكتاب نجد الفهرسة المتقنة، يعني جزاهم الله خيرا من قاموا بهذا العمل الكبير، قاموا بفهرسة الكتاب بشكل متقن، وقاموا بضم كل أجزائه، هو عدد كبير من الأجزاء، هو حوالي 32 جزءا، هو 32 جزءا. فهذا هو التفسير الكبير، 32 جزءا، يعني إن اشتريت هذه المكتبة سوف تكون غالية، مكتبة تفسير الرازي إن اشتريتها كتب مطبوعة. فهنا الحمد لله وفروا لنا إمكانية أن نحصل عليها أونلاين مجانا، فنستطيع أن نبحث هنا عن أي كلمة، نضغط هنا على مفتاح البحث ونكتب أي كلمة، ولتكن مثلا بما أننا تكلمنا عن الخمر فلتكن الخمر مثلا، فيقوم بعملية البحث ويقوم باستخراج أول أو الوصول إلى أول كلمة فيها الخمر.
كما رأينا الآن كل الكلمات التي فيها الخمر تم صياغتها باللون الأحمر. إذن فنستطيع أن نبحث بهذه الطريقة. إن كنت لديك رقم الجزء ورقم الصفحة يمكنك كتابته هنا بشكل مباشر، مثلا أريد الجزء الخامس الصفحة رقم 100 ونضغط Enter فيقوم مباشرة بالانتقال إلى الجزء الخامس الصفحة رقم 100، تمام، أو الجزء الخامس انتقل إلى أول صفحة موجودة في هذا الجزء، تمام. فنجده برنامج مفيد جدا وسهل الاستخدام، وأيضا نستطيع النسخ منه بسهولة لمن يريد البحث العلمي ويريد تجميع المسائل. هذا بالنسبة إلى المكتبة الشاملة، وهي الوسيلة الأولى للحصول على التفاسير. هي فقط صعوبتها القليلة، وهي ليست صعوبة كبيرة، هي في تحميل البرنامج وتشغيله. الأمر الثاني والأسهل قليلا هو هناك موقع للتفاسير يسمى التفاسير، موقع يسمى التفسير.com. موقع التفسير هو مناسب لمن يريد البحث سريعا عن الآية، لا يريد أن يحمل الآية أو يحمل الكتاب وهكذا، ولكنه يريد سريعا أن يبحث عن تفسير آية ما، فهو لا يحتاج إلى تحميل كتب ولا يتطلب تركيب برامج جديدة، وكذلك يمكن تصفحه من الموبايل. هذا هو الموقع، موقع التفاسير. فموقع التفاسير تختار منه بسهولة السورة التي تريد تفسيرها، فهنا جميع السور، تستطيع أن تختار أي سورة ولتكن سورة النساء، تختار الآية التي تريدها ولتكن الآية الثامنة، ثم تختار من هنا التفاسير التي تريدها، ونجد هنا كم ضخم جدا من التفاسير، فالحمد لله على هذا التيسير، نجد الكثير من التفاسير، فاختار التفسير الذي تريده، فهنا مثلا تفسير الطبري، الزمخشري، الطبرسي، الرازي، القرطبي، ابن كثير، البيضاوي، السيوطي، الشوكاني، الفيروزي، السمرقندي، الماوردي، البغوي، ابن عطية، ابن الجوزي، كثير والكثير، تفسير الشعراوي موجود، تفسير ابن عاشور موجود، بالطبع تفسير الرازي موجود، هناك الكثير والكثير من التفاسير، تفسير السعدي موجود. هناك أيضا هنا قاموا بتصنيف التفاسير إلى أنواع: أمهات التفاسير، تفاسير أهل السنة، تفاسير أهل السنة الصوفية، تفسير أهل السنة السلفية، تفاسير ميسرة، تفاسير الشيعة الاثنى عشرية، تفاسير الزيدية، تفاسير الإباضية، تفاسير حديثة، تفاسير مختصرة. فلمن يحب أن ينظر في المدارس المختلفة وفي الأفكار المختلفة فله ذلك، وكما قلنا فالقراءة المتنوعة تفيد العقل وتثريه، بشرط أن تكون قراءة نقدية، لا تقبل كل ما يقال إلا ما له دليل، إلا ما له دليل. فمثلا في أمهات التفاسير نجد الطبري، الزمخشري، الرازي، القرطبي، ابن كثير، البيضاوي، السيوطي، والشوكاني، هذه فقط في تفاسير أمهات، في أمهات التفاسير. تفاسير أهل السنة نجد الفيروز أبادي، السمرقندي، الموردي، البغوي، وهكذا. مثلا من مما استخدمه كثيرا التفاسير الحديثة، مثل تفسير الشعراوي وتفسير طنطاوي، وهو من التفاسير الجيدة المختصرة بالمناسبة، تفسير الشيخ طنطاوي رحمه الله إمام الأزهر السابق، فهو تفسير جيد وهو تفسير مختصر، يعني لمن لا يريد أن يدخل في الكثير والكثير من الروايات ونقد هذه الروايات وعرض الآراء المتنوعة كما يفعل الرازي. يعني الإمام الفخر الرازي هو شديد التفصيل، هو يفصل بشدة، يأتي على جميع الآراء التي سبقته ويذكرها واحدا واحدا ويقوم بالرد عليها واحدا واحدا، ثم يقوم في النهاية بقول رأيه الخاص. أما الشيخ طنطاوي أو الشيخ الشعراوي فهم لا يقومون بذلك، هم يقولون بمختصر مجمل الرأي في الآية، لا يقومون بعرض الآراء السابقة والتوسع فيها، يقومون بعرض قليل ولكن لا يتوسعون فيها، فهي من التفاسير الجيدة. فمثلا نختار تفسير الشعراوي ونقوم بالضغط على زر عرض، بمجرد الضغط على زر عرض يقوم بعرض التفسير لدينا هكذا، هذه هي الآية: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه وقل لهم قولا معروفا. هذه الآية الرابعة في سورة النساء، الآية الثامنة من تفسير الشيخ الشعراوي، نقوم بالقراءة كما نحب. نستطيع أيضا أن نقوم بالنسخ، الأجزاء التي نريد. نقطة هامة أخيرة إخواني وأخواتي فيما يخص هذا الموقع، هذا الموقع لديه بعض الصفحات الأخرى مثل علم القراءات، علوم القرآن وهكذا، وكتب أخرى. في الحقيقة يعني عندما قمت بتصفح هذه النقاط لم يعني يعجبني الآراء الموجودة فيها،
ولكن أنا فقط يعني لا أستخدم من هذا الموقع إلا الجزء الخاص بالتفاسير، لذلك فأنا يعني ألفت نظركم إلى هذا الأمر. فيعني رأيي الخاص ولكم بالطبع حرية الاستخدام هو عدم تصفح باقي الموقع، ولكن فقط استخدموا التفاسير، فالتفاسير هي الشيء المنقول عن السابقين، يعني الذي يهمنا هو كلام السابقين، سواء كلام الشيخ شعراوي، كلام الشيخ كذا فلان، هذا الكلام منقول بدقة، فهو الذي نحن نبحث فقط عن هذا الكلام. أما باقي الآراء فهي آراء يعني من مدرسة يعني لا تتفق معنا كثيرا، ووجدت أن هذا الموقع هو من عمل موسوعة آل البيت الملكية للفكر الإسلامي بالأردن، فلذلك هناك بعض الاختلافات في الآراء بيننا وبينهم، فلذلك أنا فقط أستخدم جزء التفاسير، فأحببت أن أنوه لكم عن هذا الأمر، فهو من المواقع الجيدة جدا في سهولة استخدام التفاسير، فهو يذكر التفسير كما هو، لكن باقي الكتب ففيها آراء غريبة قليلا. إذا إخواني وأخواتي، فهذا هاتان وسيلتان للحصول على التفاسير بطريقة سهلة، فيمكنكم الآن القيام بالتمرين التي اتفقنا عليه، وهو قراءة وتدبر أول سورة يوسف من الآية الواحدة إلى الآية 22، ثم نقرأ التفاسير. فيمكنكم الآن بسهولة الانتقال من تفسير لآخر، إما باستخدام المكتبة الشاملة أو باستخدام موقع التفسير. جزاكم الله خيرا، ونتمنى أن يكون استخدام التفاسير يعني ذو ميزة لكم، ويكون مصدر خير وعلم لكم بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.